بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الرابع عشر. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدنيا، وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. نستأنف بعون الله دروسنا الأسبوعية، وكنا في آخر درس مضى في العقيدة الواسطية، قد انتهينا إلى هذه الآيات المباركات التي ساقها المصنف رحمه الله في نفي الشريك عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبره تكبيرا. هذه الآية هي آخر سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل، أي أيها النبي، معلنا ذلك. الحمد لله، الحمد هو الثناء، هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى، والألف واللام فيه للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل لا يستحقها غيره. الحمد كله لله عز وجل، لأن النعم كلها من الله، فهو الذي يستحق الحمد كله، الحمد المطلق. وغيره إنما يحمد على قدر ما يفعل من الخير، ولكن الحمد المطلق هو لله عز وجل، لأنه هو المتفضل بجميع النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وما يجري على أيدي بعض الناس إنما هو من الله عز وجل، فمنتهى الحمد كله لله عز وجل. الذي لم يتخذ ولدا، هذا وصف له سبحانه وتعالى بتنزهه عن اتخاذ الولد، وفي هذا رد على النصارى واليهود وعلى المشركين. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فنسبوا لله الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الولد شريك للوالد، الولد شريك للوالد، والله جل وعلا ليس له شريك، والولد أيضا بعض من الوالد وشبيه للوالد، فالولد شبيه للوالد، والله جل وعلا لا شبيه له. والولد أيضا إنما خلقه الله لحاجة المخلوقين إليه، فالمخلوق بحاجة إلى الولد، المخلوق بحاجة إلى الولد، والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى شيء. فنسبة الولد إليه جل وعلا باطلة من كل الوجوه، لا من ناحية الشركة ولا من ناحية المشابهة والجزئية. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، ولا من ناحية الحاجة، الله غني ليس بحاجة إلى الأولاد، فالولد منتف عنه من كل الوجوه. ومن نسب إليه الولد فقد كفر بالله عز وجل، وتنقص الرب سبحانه وتعالى، وجعل له ندا وشبيها وشريكا من خلقه، تعالى الله عن ذلك. ولم
يكن له شريك في الملك، نفى عنه الشركة أيضا رد، وفي هذا رد على الذين جعلوا لله شريكا في ملكه كالثانوية من المجوس الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فالنور عندهم خلق الخير والظلمة عندهم خلقت الشر، فهم جعلوا الكون مشتركا بين خالقين تعالى الله عن ذلك، وهو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا شريك له في ملكه، له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولا أحد يشاركه في ذلك. ولهذا تحدى الله المشركين الذين عبدوا معه غيره أن يبينوا ما لهؤلاء المعبودين من شركة في الأرض أو شركة في السماء، ولرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فليس لهم شركة لا في السماوات ولا في الأرض، ولم يكن له شريك في الملك. فهذه الأوثان وهذه المعبودات من دون الله عز وجل باختلاف أنواعها ليس لها شركة في ملكوت الله عز وجل ولا في خلق الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي ذلك. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا تحدي منه سبحانه وتعالى للمشركين أن يثبتوا أن هؤلاء المعبودات خلقت شيئا من الخلق أو أنها تشارك الله في ملكوته سبحانه وتعالى. وما دامت ليس لها خلق ولا شركة فعبادتها باطلة، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أقل شيء، فبطلت عبادتهم، لم يكن له شريك في الملك، هذه قضية مسلمة لا أحد ينازع فيها، ولم يكن له ولي، هذا تنزيه ثالث له سبحانه وتعالى، لم يكن له ولي يعني لم يكن له معين ولا وزير ولا ظهير من خلقه سبحانه وتعالى يعاونه على تدبير الخلق والملك كما يكون لملوك البشر، فإن ملوك البشر لا يقدرون على تصريف الملك إلا بأعوان ووزراء وموظفين، أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى من يعينه على تدبير الملك لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء حتى يخبره غيره عما يجري في ملكه كحالة الملوك من الخلق، وليس هو بعاجز حتى يحتاج إلى ولي يعينه ويساعده ويدبر معه الكون، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال من الذل، فإن الذي يتخذ معينا له يكون ذليلا، اتخاذ الأعوان يدل على الذلة وعلى الضعف، فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل، أما أن له سبحانه وليا من عباده بمعنى أن له محبوبا من عباده يحبهم ويواليهم ويناصرهم، فإن له أولياء سبحانه وتعالى، أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهو يتخذ أولياء يتكرم عليهم ويتفضل عليهم بذلك، لم يتخذهم من أجل حاجته إليهم، وإنما اتخذهم من باب إحسانه عليهم وفضله عليهم لأنهم عباده أطاعوه واتقوه وآمنوا به، فهم أولياء الله جل وعلا، ولاية كرامة ومحبة منه سبحانه وتعالى، وليست ولاية ذل وحاجة إليهم، بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. يكبره عظمه تكبيرا، هذا تأكيد، مصدر مؤكد، مصدر مؤكد للفعل، عظمه حق التعظيم
لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير وجليل، فهو يستحق التعظيم سبحانه وتعالى والتكبير والإجلال. ففي هذه الآية دليل على نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى رداً على المشركين والوثنيين، فيها إبطال الشرك، وفيها تنزهه سبحانه وتعالى عن الولد رداً على اليهود والنصارى والذين نسبوا إليه الولد تعالى الله عن ذلك. وفي هذه الآيات أنه سبحانه لا يحتاج إلى من يعينه في تدبير ملكه، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه من الأولياء والمساعدين كما يكون لملوك الدنيا. وفيها استحقاقه سبحانه وتعالى للتكبير والتعظيم والإجلال المطلق والتنزيه عن كل النقائص والعيوب، لأنه جل وعلا هو الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في أفعاله، كامل من كل وجه سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه نقص أو عيب. فهذه آية عظيمة ختم الله بها هذه السورة العظيمة. نعم. سبح الله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير. يسبح ينزه، تسبيح معناه التنزيه عن النقائص والعيوب. وقد افتتح الله عددا من السور بسبح يسبح سبح، كله مأخوذ من التنزيه والتقديس له سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، جميع المخلوقات تسبحه، بل تسبحه السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فجميع المخلوقات تسبح الله عز وجل، سواء كانت جامدة كالجبال والصخور طبقات الأرض، أو كانت حية كالآدميين والبهائم الحشرات والسباع والطيور، كل شيء يسبح بحمده، بمعنى أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وهو تسبيح حقيقي. بعض العلماء أو بعض الذين يقولون بالمجاز يقولون هذه تسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنها عندهم لا تنطق، فنسبة التسبيح إليها يقولون مجاز، هذا كلام باطل، بل هي تسبح الله بلسان المقال تسبيحا حقيقيا يعلمه سبحانه وتعالى، وليس تسبيحا بلسان الحال كما يقولون، بل هو تسبيح حقيقي. وقد سبح الحصى بكف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس كلامه. فالجمادات تسبح الله عز وجل بلغة لا نفهمها، كذلك الطيور، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم الله جل وعلا صلاته وتسبيحه، وإن كنا نحن لا ندري عن ذلك. فكل شيء يسبح بحمد ربه، من كل المخلوقات ناطقها وصامتها تحركها وجمادها حيها ومواتها، كلها تسبح الله عز وجل، تنطق بتسبيحه وتنزيهه عن العيوب والنقائص. وفي هذا رد على اليهود وعلى من حذى حذوهم في تنقص الله عز وجل وعدم تنزيهه تعالى الله عما يقولون من نسبة الشريك إليه، نسبة الولد إليه وغير ذلك.
مما نسبوه إلى الله جل وعلا، والله منزه عنه، ما في السماوات وما في الأرض. فما تعم العقلاء وغير العقلاء، كل شيء يسبح بحمد ربه عز وجل، البحار والأشجار والأنهار والجبال والطيور والسباع والحشرات وكل شيء بلسانه الخاص به. وإن كنا نحن لا نفهم هذا، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، له الملك، جميع الملك له سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك، المالك المطلق الذي ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. وأملاك العباد التي بأيديهم هي ملك لله، وإنما الله جل وعلا أباح لهم الانتفاع بها، الأموال والدور والدكاكين والحيوانات، وإن كانت أملاكاً للناس ولكنها في الحقيقة هي ملك لله جل وعلا، المالك الحقيقي هو الله. وأما ملك العباد فهو ملك معار من الله عز وجل ومؤقت، ثم تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فالملك يرجع إليه سبحانه وتعالى، له الملك، هذا عموم لا شريك له في ملكه، وله الحمد، هذا كما سبق أن الحمد كله لله عز وجل، لأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد كله. وأل الاستغراق، استغراق جميع المحامد كلها له سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى كل شيء، فلا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتخلف، إذا أمر الله بإيجاد شيء وجد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. أما غيره من الخلق مهما بلغ فإن قدرته محدودة، قدرة المخلوقين محدودة، أما قدرة الله جل وعلا فإنها مطلقة، هو القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. ففي هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وفيها أن جميع المخلوقات تسبحه سبحانه وتعالى وتنزهه تسبيحا حقيقيا بلسانها، وإن كنا لا نفقه ذلك فليس هذا دليلا على عدم وجوده. وفيها عموم ملكه سبحانه وتعالى، واستحقاق وفيها استحقاقه للحمد كله، لأنه هو المنعم بكل النعم، وفيها عموم قدرته على كل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. العادة أن الإنسان يعجز لأمرين، إما لعدم علمه بالشيء وإما لعدم قدرته، قد يكون الإنسان عالم لكنه غير قادر، وقد يكون قادرا لكنه غير عالم. الله جل وعلا اجتمع في حقه الوصفان، عليم قدير، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنه كان عليما قديرا. وفي هذا أنه يجب أن نطلق ما أطلقه الله من عموم قدرته، فنقول وهو على كل شيء قدير، ولا نقول كما يقول بعض المعتزلة أو بعض الجهال إنه على ما يشاء قدير، بل نقول إنه على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. إنه لم يرد
في القرآن ولا في السنة إنه على ما يشاء قدير أبدا، وإنما ورد في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم يعني يوم القيامة الحشر إذا يشاء قدير، هذا في مسألة خاصة. أما عموم قدرته سبحانه فإنها مطلقة في كل شيء وعلى كل شيء، فنحن نصفه بما وصف به نفسه، نقول وهو على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قديرا. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ، نعم، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، نعم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك، هذا أول سورة الفرقان، وقد افتتح الله سورة الملك أيضا بقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وجاء هذا اللفظ تبارك في كثير من الآيات، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، فهي لفظة تكررت في كلام الله عز وجل في فواتح بعض السور وفي أثناء السور. ومعنى تبارك، تبارك تعاظم سبحانه وتعالى، والبركة كثرة الخير ونماؤه، البركة كثرة الخير ونماؤه وثبوته، ثبوت ذلك، فهو سبحانه وتعالى تبارك بمعنى أن البركة تنال بذكره سبحانه وتعالى، وأيضا تبارك بمعنى تعاظم قدره، تعاظم قدره وجل شأنه وثبت كماله وبركته، فأسماؤه مباركة وكتابه مبارك ونبيه مبارك وكل شيء منه سبحانه وتعالى فهو مبارك، بمعنى أنه كثير البركة، كثير الخير، ثابت البركة. وهذه اللفظة لا تطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك هذه اللفظة لا تطلق إلا على الله، فلا يقال لأحد من الخلق تبارك فلان أو فلان أو فلان تبارك علينا، هذا لا يجوز، هذه اللفظة خاصة به سبحانه وتعالى. أما غيره فيقال مبارك، من بارك، بارك يبارك، فهو مبارك، فيقال لغيره إنه مبارك. قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، ووصف كتاب أو فلان أو فلان تبارك عليه، هذا لا يجوز، هذه اللفظة خاصة به سبحانه وتعالى. أما غيره فيقال مبارك، من بارك، بارك يبارك، فهو مبارك، فيقال لغيره إنه مبارك. قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، ووصف كتابه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهو كلامه سبحانه وتعالى. فبارك يبارك، لا بأس أن تقول بارك لنا في هذا الشيء، أي ادعو لنا بالبركة، أو بارك لنا فلان في هذا الشيء، يعني دعا لنا بالبركة. وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان حين يولدون يدعو لهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، فتقول برك له أو بارك له، بمعنى ادع له بالبركة. أما تبارك ف
فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. ففي فرق بين بارك وتبارك. بارك لا بأس أن تطلق على المخلوق، وأما تبارك فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال لا يكون إلا من العلو. وفيها أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، بل هو منزل من الله جل وعلا، ليس مخلوقا بل هو كلام الله منزل، منزل غير مخلوق. والفرقان هو القرآن، سماه الله فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. القرآن له عدة أسماء، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح لأنه تحيا به القلوب، فهو روح القلوب وحياتها. وسماه نورا، سماه الله نورا وسماه هدى، وله عدة أسماء ذكرها الله في كتابه، وذلك لكثرة أوصافه وعظمته. الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي وصفه بالعبودية تشريف له عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله بالعبودية في مقام الإنزال كما في هذه الآية، أنزل على عبده، نزل الفرقان على عبده، في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وصفه الله بالعبودية في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي المعراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، والمراد جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، والمراد جبريل عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى، حين عرج به إلى السماء رأى جبريل. وكذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، في بطحة مكة بين السماء والأرض، فدنا فتدلى جبريل عليه السلام فأوحى إلى عبده، أي إلى عبد الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فوصفه بالعبودية أيضا في مقام الإسراء ومقام المعراج، ووصفه بالعبودية أيضا في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فدل على أن العبودية هي أشرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عبودية خاصة، وإلا فكل الخلق عباد لله، المؤمن والكافر كلهم عباد لله، بمعنى أنهم مملوكون له، مدبرون تحت قهره، وكل الخلق عباد الله، المؤمنون والكفار، ولكن المؤمنين عبوديتهم خاصة، وفي وصفهم بالعبودية تشريف لهم. وأعلى مقام ناله العباد ما ناله الأنبياء من عبودية الله. فالله وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وصف نوحا بأنه عبد، إنه كان عبدا شكورا، يعني نوحا عليه الصلاة والسلام، ذرية من حملنا مع نوح إنه شكورا، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فوصف أنبياءه بأنهم عباده، وفي هذا رد على الغلاة الذين يغلون في حق الأنبياء ويجعلون لهم شيئا من الربوبية، كما قالت النصارى في عيسى، ما قالت اليهود في عزير، وكما قال القبوريون والصوفية في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
حيث وصف النبي بأنه يفرج الكربات ويقضي الحاجات ويغيث اللهفات ويستغيثون به، فهذا فيه غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مدحه وإطرائه، حتى رفعوه فوق منزلته التي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ففي هذا رد على أهل الغلو والإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد من عباد الله، لكنه أشرف الخلق بما كرمه الله به من الرسالة وبما خصه به من العبودية، فهي عبودية خاصة لا يساويه فيها أحد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي إنزاله الفرقان على عبده نعمة عظيمة على البشر يشكر عليها سبحانه وتعالى، إذ بإنزاله القرآن هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان، فالقرآن نور، وهذا القرآن هدى ونعمة من الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذيرا. هذا تعليل لماذا أنزل الله الفرقان على عبده، ليكون للعالمين نذيرا، ففي هذا إثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأنها عالمية، جميع الجن والإنس، الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع العالم من الجن والإنس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن غيره من الأنبياء إنما يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فبعثته عامة للثقلين الجن والإنس، ولهذا قال للعالمين، ولم يقل للعرب ولا لقومه، وإنما قال للعالمين، والعالمين جمع عالم، والمراد بهم الجن والإنس، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فمن جحد عموم رسالته فهو كافر. لو اعترف أحد برسالته ولكن لم يعترف بشمولها وعمومها فإنه كافر بالله عز وجل، لا بد من الاعتراف بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال للعالمين، للعالمين نذيرا، والنذارة هي الإخبار عن شيء مخوف، النذارة هي الإخبار عن شيء مخوف، وأما البشارة فهي الإخبار عن شيء سار، هذا في الغالب، قد يستعمل البشارة في الشيء المحذور كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، لكن الأصل أن البشارة الشيء الذي يسر، وأما النذارة فهي عن الشيء المخوف، فهو صلى الله عليه وسلم ينذر من عذاب الله ومن غضبه وعقابه، ينذر من النار، بعثه الله بشيرا لأهل الإيمان ونذيرا لأهل الكفر، بشيرا لأهل الإيمان بالجنة ونذيرا لأهل الكفر بالنار، حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا سبق تفسيره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا فيه إثبات عموم الخلق لله عز وجل، وأن الله خالق كل شيء، ويدخل فيه أفعال العباد، فأفعال العباد خلق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، وهي فعل للعباد أيضا يثابون عليها أو يعاقبون عليها، يثابون عليها إن كانت خيرا ويعاقبون عليها إن كانت شرا، فهي فعلهم باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، لا يخرج شيء عن خلق الله عز وجل.
ففي هذا رد على القدرية، رد على القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد من خلق الله عز وجل. خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء إن الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وأيضا هو مقدر بمقادير وموازين لا يزيد ولا ينقص حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات القدر، وأن كل شيء فهو بقدر الله، وإثبات عموم الخلق، وأن كل شيء فإنه خلق الله سبحانه وتعالى، لم يشاركه في أحد في الخلق. ففي هذه الآية مثل سابقتها، فيها إثبات البركة لله عز وجل تبارك، وأن هذه اللفظة خاصة به لا تطلق على غيره، وفيها إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق رد على الجهمية، وفيها إثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للعالمين، وفيها تنزيه الله عن الشريك وعن الولد، وفيها إثبات القضاء والقدر وعموم الخلق له سبحانه وتعالى. نعم. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، هذا مثل ما سبق، فيه رد على اليهود والنصارى ومشرك العرب الذين نسبوا الولد إلى الله تعالى الله عن ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا نفي للشرك في الألوهية. ما كان معه من إله، بل هو سبحانه وتعالى هو الرب المعبود وحده لا شريك له، يعني هو المستحق للعبادة، هو الرب المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هذا معنى الإله. الإله إذا أطلق يدخل فيه الرب، كما أن الرب إذا أطلق يدخل فيه الإله. أما إذا ذكر جميعا مثل رب الناس، ملك الناس، إله الناس، صار الرب معناه المالك المتصرف، والإله معناه المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. وما كان معه من إله يتصرف معه في الكون أو يستحق شيء من العبادة، ما كان معه من إله ينفي الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية جميعا، فليس معه من يستحق شيء من الملك، وليس معه من يستحق العبودية. وأن من أشرك بالله عز وجل فإنه أشرك معه من ليس له حق في العبودية. ففي هذا رد، والشريك في الألوهية جاء بالبرهان القاطع، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. لأنه لو كان للكون، لو كان في الكون ربان وإلهان، فإنه لا يخلو الأمر من أحد حالتين، لأنه لا يمكن للأرباب أن يتفقوا أبدا، لا بد يكون كل واحد له تدبير وكل واحد له أمر، ويحصل النزاع بينهم، يحصل النزاع بينهم، فلا يصلح الكون بربين وإلهين أبدا. لأنه لو كان هناك في الكون للكون ربان وللكون إلهان، فإما أن يتغلب بعضهم على بعض ويسيطر القوي منهم على من دونه وينفرد بالملك، وهذا لم يحصل، أن الله نازعه أحد
في ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إذا لم يتغلب عليه ولم يستطع التغلب على خصمه فإنهم لا بد أن يقتسموا الملك، كل واحد يصير له قسط من الملك فيكون الملك مقسوما، وهذا أيضا لم يحصل، ما فيه قسمة في السماوات والأرض، ما فيه أحد ادعى أن له شيئا من السماوات أو أن له شيئا من الأرض، أو قال الجبال الفلانية أنا الذي خلقتها، أو البحار الفلانية أنا الذي خلقتها وهي ملكي، هذا لم يحصل في الكون، لا انقسام ولا نزاع، فدل على أن مالك الكون واحد وهو الله سبحانه وتعالى، أن مالك الكون رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكون لم يحصل فيه نزاع ولم يحصل فيه انقسام، وكل شريك له حيز من هذا الكون، ما حصل هذا، الكون واحد متسق منسق لا يختلف ولا يتبدل ولا يتغير. أيضا لو كان مع الله مدبر لاختلف هذا الكون واضطرب، صار كل واحد يدبر فيحصل في الكون اضطراب، هذا يريد يعمل كذا وذا يريد يعمل كذا فيحصل في الكون خلل واضطراب. والكون كما يعلم جميع الخلق أنهم منذ خلقه الله وهو على نظام واحد لم يتغير ولم يتبدل بجميع وحداته، دل على أن منظمه وخالقه ومدبره واحد ليس له منازع. فأنتم ترون الشركاء في الدنيا ترونهم ما يستمرون جميع، لا بد إما واحد يتغلب ويأخذ الملك، لو وجد ملكان في مملكة واحدة ما يمكن هذا، لابد أن القوي يتغلب ويسيطر ويأخذ الملك ويقهر من دونه إما بقتل وإما بسلب الملك، هذه سنة الله في الخلق. وإذا لم يستطع فإنه يقتسم هو وإياه المملكة، هذا يصير له جانب وإذا يصير له جانب، هل حصل هذا في السماوات والأرض؟ ما حصل، فدل على انتفاء الشريك لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون يدبره واحد وخلقه واحد ويصرفه واحد لا شريك له وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا برهان عقلي على نفي الشريك عن الله عز وجل، يسميه علماء الكلام دليل التمانع، يسمونه دليل التمانع، يسمونه ما شاءوا، هو دليل وبرهان، هو دليل وبرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه قضية، هذه قضية دليلها ما هو وبرهانها ما هو، كل قضية تحتاج إلى دليل، قال الله جل وعلا إذن هذا البرهان وهذا الدليل، إذن لذهب كل إله بما خلق، إذا لم يستطع السيطرة كل يذهب بنصيبه، وإلا إن قدر أحدهم على بعضهم على بعض وانفرد بالملك ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. لما ذكر القضية وذكر برهانها جاءت النتيجة، النتيجة سبحان الله عما يصفون، فتبين أن الله منزه عما وصفوه به من اتخاذ الشريك واتخاذ الولد، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذه هي النتيجة، سبحان الله عما يصفون من اتخاذ الشريك واتخاذ الولد. عالم الغيب والشهادة، هذا وصف له سبحانه وتعالى، عالم الغيب هو ما غاب عن الناس، والشهادة ما يشاهدونه، فالله جل وعلا يستوي في حقه الغيب والشهادة، فنحن ما نعلم إلا الذي نشاهده، أليس كذلك؟ الخلق لا يعلمون إلا الشيء الذي يشاهدونه بأعينهم، أما الشيء الغائب عنهم فإنهم لا يعلمونه، أما الله جل وعلا فإنه يستوي في علمه الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فتعالى
تنزه سبحانه وتعالى وتقدس عما يشركون مما نسبوه إلى الله من الولد والشريك له في الملك، هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيتين، هاتين الآيتين، نفي الشريك والولد عن الله وإقامة البرهان العقلي القاطع على ذلك، وفيها إثبات عموم علمه سبحانه وتعالى بكل شيء مما يشاهده الناس ومما غاب عنهم، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإن علمه محدود بما يشاهده فقط أو بما يخبره عنه غيره، أما الله جل وعلا فإنه علام الغيوب عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، بهذا إبطال الشرك وأن الله منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، لا، هذه ناهية، تضربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها. فلا تضربوا لله الأمثال أي الأشباه والنظر، لا تقيسوا الله بخلقه، ففي هذا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالخلق لهم حالات تليق بهم، والله جل وعلا منزه عن مشابهتهم. فالذين أشركوا مع الله ضربوا له الأمثال، ضربوا له الأمثال، والذين نسبوا إليه الولد ضربوا له الأمثال، والذين نفوا عنه أسماءه وصفاته ضربوا له الأمثال، وقاسوا أسماءه بأسماء خلقه وصفاته بصفات خلقه، فكلهم ضربوا له الأمثال. أما أهل الإيمان فإنهم نفوا عنه الأمثال والأشباه، فلم يشبهوه بخلقه بل نزهوه عن ذلك وأثبتوا له الكمال سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا فيه النهي عن التشبيه لجميع أنواعه في الأسماء والصفات وفي الأفعال وغير ذلك. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله جل وعلا يعلم من نفسه ما لا تعلمون أنتم، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. فنحن لا نعلم عن الله جل وعلا إلا ما أخبرنا به عن نفسه أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون يخبرون عن الله بما أوحى الله جل وعلا إليه، فلا يجوز القول على الله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته ولا في أحكامه لأنه أحل كذا أو حرم كذا إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن علمنا قاصر عن إدراك كنه الله عز وجل، وقاصر عن الأشياء الغائبة عنا، علمنا قاصر محدود، فيجب أن نقف عند حدنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فمن تكلم في حق الله في أسمائه وصفاته في عبادته في حلاله وحرامه وأحكامه، من تكلم عن الله بغير علم فإنه أعظم من المشرك،
لأن الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك والعياذ بالله، بل إن الشرك قسم من القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم خطره عظيم، ولهذا قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقف عند حدك أيها الإنسان. نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية من سورة الأعراف بعد سياق حالة المشركين في الطواف، أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. فكانوا يطوفون بالبيت عراة من باب الورع بزعمهم، وأنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها. حتى النساء تطوف عارية ليس عليها إلا سيور تجعلها فوق عورتها، لأن الشيطان أمرهم بذلك وزينه لهم. فالله جل وعلا أنكر عليهم أول سورة الأعراف في اللباس وستر العورات: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة، يعني كشف العورة في الطواف، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يزعمون أن هذا طاعة لله عز وجل، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فسمى الله كشف العورة فاحشة وفحشاء، والفاحشة هي ما تعاظم قبحه، الفاحشة ما تعاظم قبحه وشره يقال له فاحشة. فكشف العورات فاحشة لأنه قبيح متعاظم القبح. ولأن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يشرع ذلك لعباده، لا يأمر، الأمر شرعي هنا، أي أن الله لا يشرع لعباده كشف العورات لأنه فاحشة. والله جل وعلا لا يشرع لعباده الفواحش ويأمرهم بها ويتقربون بها إليه، الله لا يتقرب إليه بالمعاصي والفواحش، إنما يتقرب إليه بالطاعات. ولا يليق بالله جل وعلا أن يشرع لعباده كشف العورات مطلقة، فكيف في الطواف وفي حالة العباد؟ ولأن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، المراد بالزينة هنا ستر العورات، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن ستر العورات في الطواف أنه لا يجوز، وأن الطاعة هي كشف العورات. شوفوا الشيطان كيف يعمل مع بني آدم: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش، فواحش جمع فاحشة، وهي المعصية المتناهية في القبح، ما ظهر منها وما بطن، ما فعله الإنسان ظاهرا يراه الناس وما بطن مما يعمله الإنسان مختفيا عن الناس. فالفاحشة
محرمة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، علنية أو سرية. لا يجوز للإنسان أن يعصي الله لا في السر ولا في العلانية، بل عليه أن يطيع الله ظاهرا وباطنا، ما ظهر منها وما بطن. والإثم المعصية سميت إثما لأنها تسبب الإثم، وقيل الإثم الخمر، سمى الخمر إثما كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى غاب عقلي، شربت الإثم يعني الخمر حتى غاب عقلي، كذاك الخمر تذهب بالعقول، كذاك الإثم تذهب بالعقول يعني الخمر. على كل حال الفاحشة المعصية سواء كانت الخمر أو غيره، والبغي بغير الحق، البغي التعدي على الناس، تعدي على الناس يسمى بغيا، في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، هذا هو البغي بغير الحق. أما البغي بالحق كالقصاص فهذا لا بأس، إنسان ظلمك فتقتص منه هذا عدل لا بأس به بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الله جل وعلا ما أنزل دليلا على الشرك أبدا، وإنما أنزل الأدلة على التوحيد، أما الشرك فليس له دليل، ولهذا ليس مع المشركين دليل دائما وأبدا، وإنما يستدلون بالخرافات والأكاذيب والأباطيل والأحاديث الموضوعة، ما مع المشركين دليل أبدا، لأن الدليل إنما هو على التوحيد دائما وأبدا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا عام، أن الإنسان يقول إن الله شرع لي كشف العورة كما يقول المشركون، أو يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، فلا يجوز أن يقال في أحكام الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشيخ: قلت إن التسبيح للمخلوقات تسبيح وقال الله تعالى أن جميع المخلوقات تسبح وإبليس المخلوق والكعب المخلوق ومع ذلك لم يسبح الله، لماذا لا يقال هو تسبيح وقال وبارك تسبيح الخالق حتى يجمع بين القولين؟ كل المخلوقات تسبح الله عز وجل، تنزهه تسبيحا حقيقيا، أما إبليس هذا مستثنى، هذا مستثنى لأنه تمرد عن طاعة الله. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نوقف على من يستدل بقوله تعالى الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق؟ القرآن ليس مخلوقا، خارج من هذا العموم، لأنه منزل من عند الله عز وجل، هو صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. الله جل وعلا في الآية الأخرى يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، من أوامر الله سبحانه وتعالى، هو غير مخلوق. نعم. في اللوح المحفوظ، وإنما هو مما في صحائف الحفظ، لأن الحفظة تكتب كل ما يصدر من بني آدم، ثم إذا انتهى إلى الله جل وعلا فإنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. وقيل إن المراد ما كتب في اللوح المحفوظ،
لكن ما كتب في اللوح المحفوظ منه شيء مبني على سبب، مقدر على أسباب. إذا وجدت الأسباب وجد المسبب، وإذا لم توجد الأسباب لم يوجد المسبب. فما في اللوح المحفوظ من المقادير منه أشياء قدرها الله على أسباب، إن فعلت حصل المقدور، وإن لم تفعل لم يحصل، والله على كل شيء قدير. فلا تنافي بين كلام الله سبحانه وتعالى، بل كلام الله صدق بعضه بعضا. نعم. علم الكلام المراد به علم المنطق الذي هو المقدمات والنتائج، مقدمات والأدلة والنتائج. والسلف كانوا يحذرون من علم الكلام. لماذا؟ لأنه يشغل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لم يكلنا إلى علم الكلام ولا إلى قواعد المنطق، وإنما أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، وأمرنا بالاشتغال بالكتاب والسنة تعلما وتعليما وتدبرا وعلما وعملا، ولم يكلنا إلى قواعد المنطق لأنها تشغل عن كتاب الله عز وجل، ولأنها من وضع البشر. وضع البشر كثيرا ما يخطي أكثر مما يصيب، أما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما معصومان من الخطأ. فكيف نترك المعصوم ونذهب إلى شيء غير معصوم؟ بل خطأه أكثر من صوابه. ولهذا لما اعتمد علماء الكلام على المنطق وبنوا عقيدتهم على قواعد المنطق ظلوا وأضلوا، ولو تبعوا الكتاب والسنة لسلموا من هذا الضلال. وهذا وجه كون السلف يحذرون من تعلم علم المنطق وعلم الكلام، أولا لأنه يشغل عن تعلم الكتاب والسنة، وثانيا أن خطأه أكثر من صوابه لأنه وضع بشر والبشر، وثالثا أن الله لم يكلنا إلى قواعد المنطق أو علم الكلام، وإنما أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا وجه كون السلف حذروا من علم الكلام. ورابعا أن نتيجته ظهرت على أتباعه، كثر فيهم الضلال والخطأ، بخلاف الذين تمسكوا بالكتاب والسنة فهم ولله الحمد على الصراط المستقيم. وأما تعلمه فالسلف محذرون من تعلم علم المنطق، لكن بعض العلماء يقول لا بأس بتعلمه لمن يقدر على ذلك من أجل الاطلاع فقط، من أجل الاطلاع ولأجل أن عليهم من كلامهم ويبين لهم خطأ هذه القواعد المنطقية ينقض، كما فعل شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية درس هذا المنطق وتمعن فيه ورد عليه بكتاب سماه نقض المنطق، وهو مطبوع، نقض المنطق وهو مطبوع وموجود. بل إن كتابه الرد على الرازي الذي هو تأسيس التقديس أو نقض كلام الجهمية، رد الشيخ اسمه نقض كلام الجهمية، والرازي اسم كتابه تأسيس التقديس. فكيف رد الشيخ؟ إما أن يقال نقض كتاب التأسيس والتقديس أو يقال نقض كلام الجهمية، فهو رد على هذا النوع من علم الكلام وعلم المنطق. نعم. الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، لا يقال مهندس ولا يقال دكتور ولا هذا كلام من بعض، لا يوصف الله به ولا يسمى به سبحانه وتعالى. نعم. يقال خالق، عندما يقال مهندس يقال خالق هذا الكون.
ومدبر هذا الكون، ايش مهندس؟ نعم. فضيلة الشيخ، نرجو منكم ان توضحوا لنا مسألة صلاة الكسوف لما حصل الفجر اليوم، لأنه حصل انتكاس عند كثيرين. إذا طلع الفجر دخل النهار، ألا يصلي الكسوف؟ لأنه دخل النهار. الكسوف إنما يكون في الليل، والقمر منفعته في الليل. إذا طلع النهار، طلع الفجر، انتهت المنفعة من القمر، جاء دور الشمس. فلو كسفت الشمس صلينا، لأنها هي آية النهار، أما القمر فهو آية الليل. فإذا طلع الفجر انتهت صلاة الكسوف. الذين صلوا بعد صلاة الفجر لو أنهم ما صلوا كان أحسن، لكن لما اجتهدوا صلوا نرجو الله لهم الأجر والمثوبة، لكن لو ما صلوا يكون أحسن. نعم. كلام الله عام ليس خاصا بوقت النبوة، كلام الله عام إلى أن تقوم الساعة. النصارى لا شك أنهم أرق من اليهود، أرق من اليهود وأحسن تعامل من اليهود، وهم نصارى وهم كفار، وهذا الشيء ظاهر الآن، ظاهر الدول اليهودية والدول النصرانية، وظاهر بين اليهودي والنصراني، النصراني أرق من اليهودي وهو كافر، كل منهم كافر وكل منهم عدو لله عز وجل. كوننا نعترض على القرآن ونقول لا، النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، والقرآن يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فنخصص كتاب الله بوقت دون وقت، هذا غلط، غلط كبير. وإذا وجد من النصارى بعض الغلظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، ما يعم كل النصارى. إذا وجد منهم رؤساء أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص بمن اتصف بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والرقة، والغالب على اليهود الغلظة على والشدة والبغضة. وقد يوجد من اليهود من فيه رقة أيضا، يوجد بالنسبة للأفراد قد يوجد منهم، لكن الغالب عليهم والطابع العام لهم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم. يقول في قول الله تعالى: إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا والذين كلام الله عام ليس خاصا بوقت النبوة، كلام الله عام إلى أن تقوم الساعة. النصارى لا شك أنهم أرق من اليهود، أرق من اليهود وأحسن تعامل من اليهود، وهم نصارى وهم كفار، وهذا الشيء ظاهر الآن، ظاهر الدول اليهودية والدول النصرانية، وظاهر بين اليهودي والنصراني، النصراني أرق من اليهودي وهو كافر، كل منهم كافر وكل منهم عدو لله عز وجل. كوننا نعترض على القرآن ونقول لا، النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، والقرآن يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فنخصص كتاب الله بوقت دون وقت، هذا غلط،
غلط كبير. وإذا وجد من النصارى بعض الغلظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، ما يعم كل النصارى. إذا وجد منهم رؤساء أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص بمن اتصف بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والرقة، والغالب على اليهود الغلظة على والشدة والبغضة. وقد يوجد من اليهود من فيه رقة أيضا، يوجد بالنسبة للأفراد قد يوجد منهم، لكن الغالب عليهم والطابع العام لهم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم عنده شيء من الرقة. وكذلك النصارى الغالب عليهم الرقة والرأفة، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، هذا أتباع المسيح، هذا بالنسبة للغالب. وقد يوجد منهم من هو سيء التصرف ومن يخرج عن هذا الوصف ويكون فيه من طبع اليهود، يوجد هذا. فالقرآن على عمومه في كل زمان ومكان والحمد لله. والذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف. الذين يسلمون الآن من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف قديم الزمان وحديث. الذين يسلمون الآن من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف قديم الزمان وحديث. فالنصارى لا شك أنهم أخف من اليهود بالنسبة للعموم، لا للأفراد أو بعض الدول، قد يختلف الوضع بالنسبة للأفراد أو بعض الدول، لكن على صيغة العموم. وأما المغضوب عليهم والضالين، الله سماهم بهذا. كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة. حتى من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لأجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فإنه مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة أو من غيره. وإنما هذا الغالب على اليهود. والضالون كل من عمل بدون علم، هذا عام، ويدخل في هذا دخولا أوليا النصارى، لأنهم ابتدعوا الرهبانية وابتدعوا عبادات من عندهم لا دليل عليه، وهو يعم كل من عمل على غير دليل حتى من هذه الأمة، حتى من هذه الأمة، هو خاص بالنصارى. كل من عمل على غير دليل فإنه ضال، لكن يغلب هذا على النصارى لأن عندهم علم ولا يعملون، ولأنهم عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، وإنما يبنون على الوهم والظن والابتداع. اليهود يغلب عليهم عدم العلم عدم العمل بما يعلمون. النصارى يغلب عليهم أنهم يعملون بدون علم وإنما يبتدعون، فهذا يدخل فيه كل من اتصف بصفتهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.